بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة اليوم الترانسميشن لاين باراميترز اند كونستنتس اللي بدنا نعمله بالبداية الاوبن سيركت تيست. فاللي بصير معنا هون نطلع من الفيز، نطلع من احد الفيزز لاين 1 مثلا، ندخل على الكرنت كويل من جهة الزيرو هون، نطلع من الاي، بندخل على الاميتر هذا اللي خاص بحساب، ندخل هون على الاميتر الخاص بحساب الكرنت السندنج كرنت، نطلع منه الاميتر، بندخل مباشرة هون على الترانسميشن لاين، بنطلع من طرف الترانسميشن لاين هون من الريسيفنج اند، بنطلع منها بندخل على الاميتر الخاص بحساب الريسيفنج اند كرنت، بنطلع من الاميتر طبعا بندخل على السويتش عندنا، بنرجع من السويتش مباشره هون على النيوترال. طبعا بالنسبه للنيوترال من البدايه من عند السورس بنسحب النيوترال من هون على الكرنت كويل اللي بحسب الباور، طبعا راح نشوف شلون بحسب الباور، والنيوترال نفسه راح يكون واصل هون وواصل هون كله نيوترال. هسه بالنسبه للفولت ميترز، فولت ميتر على السندنج اند مباشره، وفولت ميتر ثاني على الريسيفنج اند. سندنج اند وريسيفنج اند فولت ميترز بنحسب مباشره. فعشان نحسب للشورت ترانسميشن لاين والميديوم ترانسميشن لاين بنبلش هون. اللي راح يفرق معنا انه الشورت مش راح نحط هون شورت سيركت، مش راح نحطه ابدا لانه ما فيش عندنا كاباسيتنس، بس بالنسبه للميديوم راح يكون في عندنا كاباسيتنس بالإكوبلنت سيركت بالترانسميشن لاين، فبالتالي نضطر نحط واحد هون وواحد هون اللي هو الباي موديل مثل ما بنعرف. فالنتائج اللي حصلنا عليها لما حسبنا الشورت ترانسميشن لاين انه الفي سندنج كان 220، اكيد بما انه اوبن سيركت تيست راح يكون الاي سندنج والاي ريسيفنج زيرو، وبما انه ما فيش عندنا دروب طلع معنا الفي ريسيفنج 220 فولت. بالنسبه للميديوم طلعت معنا الفي سندنج 200، مش طلعت معنا، احنا حطيناها 220 فولت. الاي سندنج طلع معنا 0.28، الفي ريسيفنج ارتفعت لانه كاباسيتنس فطلعت معنا 240 فولت، والاي ريسيفنج بين اوبن سيركت طلع معنا زيرو. حسبنا الباور والكيو عن طريق الكرنت كويل الموجود هون، فاللي عملناه انه هون لما شغلنا نقدر نشغل، طبعا هاي ندخل هيك ندخل هيك شغلنا، هاي تقريبا 220. فعشان نقيس الباور بي فاخترنا هاي انه على بي، طبعا مثل ما احنا شايفين احنا هون جاي على 300 وهاي على البوينت 3، فبنروح بنشوف تقاطع على 300 مع البوينت 3، هاي 300 وهاي بوينت 3، لقيناها 30 فالسكيل تبعنا 30 بنخليه على جنب. بنشوف احنا هون ال 30 هاي جاي بولت او عادي اللي هو رفيع، فاحنا شايفين المربع الرفيع في السكيل تبعنا بنشتغل على البوينت 3، اذا بناخذ التدريج 1 2 3، ما بناخذ التدريج 2 4 6، اتفقنا على انه بناخذ 1 2 3 لانه هذا المنطقه هاي رفيع، بناخذ المربع الرفيع مش البولت. القراءه تقريبا هون يعني 0.05 0.03، اخترناها 0.03، بدنا نضربها طبعا بالسكيل 30. فاللي صار معنا هون انه ضربنا البوينت 03 بال 30 طلع معنا 0.9 وات. بالنسبه للكيو اللي بصير هون معنا، هاي كيو ارتفعت هاي تقريبا للواحد، تنزل ترجع ترتفع للواحد، اخذناها انها واحد. طبعا نفس الشيء هو ما تغيرتش معنا الامور، بعد ان احنا بال 300.3 راح نضرب ب 30 واخذنا على السكيل التحتاني اللي اتفقنا عليه. فاللي صار هون انه 1 ضرب 30 طلع معنا 30 فولت. بالنسبه للبارت الثاني الشورت سيركت تيست، فاحنا مثل ما احنا شايفين الريتد كرنت للترانسميشن لاين 1 امبير، فاللي بنغيره هون انه بصير عندنا بدل ما كان 0.3 بصير عندنا 1 امبير، فتغير هون طبعا القراءه، قراءه الباور، وصرنا ناخذ الواحد مع ال 300 مثل ما احنا شايفين هون. فالواحد مع ال 300 تتقاطع عند ال 100، وبما انها مش بولد اذا بناخذ برينج الثلاث واضح احنا برينج 0 1 2 3 بالرينج التحتاني مش بالرينج الفوقاني او بالسكيل التحتاني يعني مشتغل. فاللي راح يصير معنا كمان التغييرات بالتوصيل، هي التوصيل نفسها راح تكون انه راح نحط شورت سيركت هون، ولما يجي نشغل بتكون هي السويتش بكون هيك بصير اون، فصار عندنا شورت سيركت تست هون. فبنقرا القراءات، بنرفع الفولتيه، الفولتيه احنا رفعناها لحد 142 فولت لحد ما وصلنا للريتد كرنت طبعا اللي هو الواحد امبير، بس احنا ما وصلنا له عشان ما يصيرش عندنا يصفر او يزمر الكرنت كويل. فوصلنا للبوينت 9 تقريبا وقرانا القراءات مثل ما احنا شايفين، طلعت معنا الاي ريسيفنج 0.95
والبي شورت سيركت والكيو شورت سيركت قرأناهم مثل ما قرأنا بالتجربة الماضية. طلعت معنا القيم 40 واط و 120 فار. وللميديوم بالنسبة للميديوم نفس الشيء مثل ما عملنا بالأوبن سيركت، حطينا هون شو اسمه شورت سيركت، وكذلك هون حطينا شورت سيركت، فصار عندنا الباي باراميترز أو الباي إكوفالنت سيركت باي موديل. اللي صار انه نفس الفولتية في سندينج 142، طبعا الفولتية ريسيفينج راح تكون زيرو لانه شورت سيركت تيست، والكرنت اخذناهم للريت تقريبا 0.95. هاي القراءات مثل ما احنا شايفين الباور طلعت معنا 40 واط والكيو 130 فار.